تجري من الأيام بسرعة، فنعتقد أن الوقت حقا يسرقنا، لكن سرعان ما يعود الزمن مسرعا بنا إلى الوراء، يجرنا حيث حفرنا الذكريات وكبرنا بها. ما أن نرى صورة قديمة، نشتم رائحة القهوة، نرى ياسمينة تغفو على كتف أحد الأسوار، نقرأ صفحة من كتاب، نلاحظ تغيير الفصول، أو نستمع لمقطع أغنية مر بآذاننا صدفة، فنجد أنفسنا ما زلنا نقف هناك في كنف والدينا بين جدران المنزل القديم، نستيقظ على صوت رائحة قهوة أبي ودخانه وصوت الراديو. على خطوات والدتي تفتح الشبابيك، وننام على المنظر ذاته لوالدي ووالدتي تغلقها. هناك فقط كنا سعداء، مبتسمين، مطمئنين، لنكتشف أن من ركضوا مع هذا الزمان أجسادنا فقط، إنما أرواحنا لا تزال تتشبث في أحد أزقة الماضي مستكنة هناك.